السلام عليكم الأخوت، ومرحبا بكم في هذا التحليل الكانتي ديال اليوم الخميس اللي غيكون على الدوفيل في الرينيو آه في الكورسة الأولى، في الكورسة الأولى الإخوان في البرومير بروف، وغتكون بلا وغتكون الرملة، يعني بيست صابل فيبر 50,000 أورو، وغتكون 1900 متر هي اللي غتكون غدا إن شاء الله. الخيول المشاركة فيها اللي شوفوا اجي، فيها الخيول ديال 7 سنين وثلاث سنين واربع سنين ومخلطة، وفيها اللي فيميل كذلك اللي فيميل. بالنسبة للبرونوستيك الاخوان اللي تلعب على البرونوستيك ديال هاد الصحافة هادي، عاطية 6 و2 و4 وال8 وال12 وال14 وال1 وال7، 8 ديال الخيل ديالهم. اللي كيبغي يلعب على هاد اللعب هذا راه تيقدر يكون بحال اليوم، راه كان عندهم في 7 ديال الخيل دي ديزوردر، 7 ديال الخيل، يعني كان معاهم السيز نو بارتو. بالنسبه للمره الجايه الديرنيير ميني تنبقى نخليها حتى للصباح، لان كاع دوك اللي شوفوا اللي اختاريتهم في الطوكار البارح ولاو فافوريين، بحال 7 ولا فافوري، 8 ولا فافوري، 3 ولا فافوري، والعكس 4 ولا في الطوكار، 12 ولا في الطوكار، كانوا في الفافوري، هادو كانوا عند جيني كورس في الفافوري. على كل حال اخواني، هذه هي البرونوستيك، ولي توكار كما كنشوفوا بيكنيك رويال 5 وازيسكو 10 وسانت هيليير 9 غاميو 13 كين 6 3 11 15 الكنز ديال جون بيير جوفان، عنده جوج ديال الخيول، عنده 14 على ما اظن وال 15 53 كيلو عند ال 14 وال 15 وال 6. الكاتورز عنده كور دو كاتورز والكنز كور دو سيز والسيز كور دو كنز. عودة الإخوان تما، واش الفيميل الكنز أو الكاتورز أو السيز، اختيارات تما الإخوان غادا تكون. بالنسبة لنختارو لي توكار الإخوان، بالنسبة لي توكار إلا اختاريت الإخوان عود ما بين كاتورز كان سيز، يعني ما عندنا ما نديرو بسيز، مثلا اختينا الكاتورز ما عندنا ما ندير بكان سيز، ولا اختاريت الكنز ما عندنا ما ندير بكان كاتورز سيز، وكذلك السيز اللي اختاريتو ما عندي ما ندير بكاتورز سيز كنز. بالنسبة لربعة وخمسين كيلو غادي نختار عود، وخمسة وخمسين كيلو غادي نختار عود، وغادي نختار عود ما بين 5 أو 6، ونختار 58 كيلو أوبليغاتوار، ونختار شي حاجة في ليبتي نيميرو. على كل حال الإخوان، عطينا 6 دو 4 نخليوها جانبا، 6 دو 4 كاين الويت سنترال بارك ويست، كاين 12، كاين 14، كاين 1، كاين 7. لي توكار اللي غادي نقدروا نختاروهم، غادي نختارو غاميو 13 كارلوس يالارنر، العود الاول لقيناه، العود الثاني هو الاونز تشاكي فيو، عود راه في المستوى، يعني الاونز نشوفو الاونز فين عندو البوا ديالو، 55 كيلو. غادي نختار بيكون، نختار بيكون، وغادي نختار تريز، الى اختاريت تريز دوز غادي نقولو اوت، دوز عاطينو مع لي فافوري، وانما راه غيمشي في الطوكار 100% غيمشي في الطوكار. دونك غادي نختار الاونز والطريز، غيبقى ليا عاود في الربعة و 53 اونز 14 كنز 6 كيلومتر، غيركب على جون بيير جوفان ريغيلي، ولكن الكنز في ميلا غادي نختار الكنز في لاكورد 6. هادو هما ثلاثة ديال لي توكار، ثلاثة ديال لي توكار، يعني الكنز والاونز والطريز. تنتمنى الاختيارات تكون صائبة. بالنسبة لي فافوري الواحد راه هو اللي ربحهم، عطاو 61 كيلو، الويت جاي من الريكلامي 12 والكاتورز والست، غادي نخليوها للديرنيير مينيت، نقدر نحيد شي حاجة، ونقدر نشوفوا السبعة شكون هو الجوكي اللي راكب عليه، هو غريغوري بينوا 56 كيلو. غادي نخليو داك السبعة من هنايا، غادي نإليميني 12 14 1
دوز 14 ان وغادي نبلاصيهم 15 11 13 15 11 13. بالنسبة للرقم 3 داخل في 58.5 الخيول ديال الجائين بيغوين. 3 شفتو عندي عليه واحد شوية ديال 6 ديال اللي كانتيات. عندو الشونتيلي بزاف، عندو 70000 أورو، عندو الدوفيل في 2500، نو بلاصي في 50. شكون اللي ركب علو تيكون لي زابرون تيمشاو عليه؟ جيرار موسي ب 60 كيلو، خويو اللي مشات معاه، خويو اللي مشات معاه راها جات. تشيك بوينت شارلي جا، ولا روزاليير تا هو جا. على كل حال الاخوان، لي توكار ديالنا قلناهم الكنز والاونز والطريس، ثلاثه ديال لي توكار مع من؟ مع سيس دوكات ست، مع الويت، مع الويت. تبقى داك الطروه الاخوان عنده علامه الاستفهام. المهم ديرنير مينيت حنا غادي نوجدوها، واكيد غادي نزيد نخدم لا كورس لعل وعسى نطيحو شي لاباز اللي يكون سوليد. لاباز يكون هادشي اللي كاين الخوت. تحياتي لكم، خليت لكم الراحه، دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه. قبل ما نقطع هاد الفيديو هذا، بالنسبه للبيناليزاسيون كاينه ان 12 6 ان 12 6 اللي ناقص اليوم 6 5.5، والكارت اللي كيلعب على البيناليزي و 0 بوان الاخوان كذلك، 0 بوان كذلك. كاين عند 9 وال 11 وال 15، اختارينا 11 15، اختارينا 11 15، ان البلا راه ملي كيجي اللي تيجي 0 بوان راه كيخلص. بالنسبه للباسي ديال لا كورس، كاين سنترال بارك ويست كما كنشوفوا رقم 8 دار 4 ايام، لان من 4 كانت جات فيها ما جاوش لي فيميل، جات 10 14 7 11 4. الكوت ديالها كانت جات نوعا ما قريبه، نوعا ما قريبه. بالنسبه ل 2020 كانت جات 5 4 7 16 8. الكوت ديالها كذلك نقولوا موين موين. بالنسبه ل 2019 كانت جات فيها 7 15 12 1 13. الكوت ديالها حتى هي فيها لي توكار. كنتمنى لي توكار يضربوا، وباسي كورس ريفيرونس كما كنشوفوا الاغانيو والست نافيام، ال 13 كاتريام وال 15 اونزيام، كذلك الويت تروازيام ريكلامي على ما اظن، هذه لا قبل من ريكلامي، هذه الويت تروازيام والسيس سانكيام والدو كاتريام وال 15 نو بلاسي. راه كيلعبوا على هذه الجزئيات هذه. المهم الاخوان، ان شاء الله ما يكون الخير. تحياتي لكم، خليت لكم الراحه ومع السلامه.